تفقد محافظ قلقيلية وعدد من المؤسسات المخيمات الصيفية التي ينظمها المجلس الأعلى للشباب والرياضة تحت شعار أقمار مش أرقام، التي تهدف لترسيخ المفاهيم الوطنية في نفوس الأشبال والزهرات. المخيمات التي تؤسس جيل واعي وجيل صاعد يستوعب قضيته وما هي القضية الفلسطينية وما هو واجب هذا الجيل تجاه هذه القضية، تجاه التحرير والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة. 16 مخيما في أرجاء المحافظة كلها تحمل أسماء الشهداء في رسالة تعبر عن الوفاء لهذه الشريحة التي ضحت وروت بدمائها أرض الوطن في سبيل الحرية والخلاص من الاحتلال.